السلام عليكم. ده منزل الاستاذ حامد محمد حسن. حضرتك؟ ايوه. انا عمرو الليسي. صباح الخير، كل سنه طيب، رمضان كريم. حضرتك كنت طلبتنا في البرنامج حقق حلمك. ايوه مظبوط. ايوه يا فندم. برنامج حقق حلمك. ايوه. 23 30. مظبوط. حطينا الرقم من على مظبوط. و فممكن ندخل؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كلمتنا ليه؟ عشان خاطر عندي مشكله. انا قاعد ماليش بيت ولا اهل ولا حاجه، وقاعد في دار الضيافه، وبعدين ماليش حاجه، وقلت يعني مال ده بيت مين ده؟ نعم، بيت الناس قرايبي هنا، يعني انا قاعد في دار الضيافه. انت لما سبت عنوانك على التليفون سبته على هنا، واحد شارع التقسيم الصيف في شهرته شارع المساحين خلف ابراج النور. ده شارع. انت عنوانك دار الضيافه؟ دار الضيافه اللي هي في شبرا الخيمة. مفيش مقر اقامه. ها؟ مفيش مقر اقامه يعني. هي دي. بعدين طبعا انا طبعا قلت يعني ده بيت مين ده؟ ناس قرايبي باجي هنا ومش فاهم. وبعدين طبعا قلت برنامج حقك حلمك بتاع حضرتك، قلت اطلب يعني يجيبوا لي تورسيكل اشتغل عليه. انا عندي 73 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا فندم. من مواليد 41، والبطاقه موجوده. تفضل حضرتك. انت بتشتغل ايه سيادتك؟ لا، ما كنت، ده انا بقالي 50 سنه، بقالي 70 سنه، دول منهم 50 سنه منهم 50 سنه متلطش في، يعني رحت ما خليتش، لجمال عبد الناصر، للسادات، وبعدين اللي وداني الضيافه ديت لما كنت انا ضايع في الشوارع في الجناين، وبعدين رحت ودوني يعني رحت عبد المجيد محمود النائب العام، حولني على المحافظ، والمحافظ بتاع بنها، والمحافظ بتاع بنها حولني على دار الضيافه اللي هي في شبرا. وقاعد من ساعه ده انا بقالي 9 سنين قاعد في دار الضيافه. والله ما مش لاقي. حضرتك عندك اولاد؟ انا بقالي 50 سنه ما اعرفش اولادي فين. عندي ولد وبنتين، معرفش طريق فين، لاني بقول لحضرتك انا يعني بقالي اكتر من 50 سنه ما اعرفهمش فين، لاني صايع في الشوارع كده. لا انا عايز افهم، معلش يا استاذ حامد، انا اسف يعني، اشرح لي. حضرتك كنت متجوز؟ ايوه متجوز. فين زوجتك؟ معايا. قاعده معاك؟ وبطاقتي معاها. قاعده معاك دلوقتي هنا؟ لا، في دار الضيافه؟ والبطاقه. طيب ومخلف منها ايه؟ كم اولاد؟ اولاد قد ايه؟ لا ده مش مخلف منها، ده اولادي دول من الست اللي توفت الاولانيه. يعني انت كنت متجوز واحده اولانيه في الاول؟ وبعدين توفت. خلفت من الاولانيه كم واحد؟ واحده. بنتين ولد. بنتين ولد. اسمائهم ايه؟ عفاف وهيام وشريف. عفاف وهيام وشريف. عفاف عندها كم سنه؟ ما اعرفش، ده انا بقى اكتر من، بقول لك اكتر من 50 سنه ما اعرفش عنهم حاجه، ضايع في الشارع. عفاف وهيام وشريف ما شفتهمش من 50 سنه؟ ولا اعرف عنهم حاجه. ولا هم شافوك؟ ولا هم شافوني، ما انا ما اعرفش طريقهم ولا حد يعرف طريق. انت اللي سبتهم ولا هم اللي سابوك؟ بصراحه هم يعني، عشان انا راجل فقير. احنا في رمضان، ورمضان كريم. عشان انا استاذ عمرو راجل فقير. يعني يعني الفقير ريحته وحشه. الفقير ريحته وحشه. بس كنت تشتغل ايه؟ ما بشتغلش. ماليش. طول عمرك ما بتشتغلش؟ ما بشتغلش حاجه. انت مش متعلم؟ ها؟ متعلم. متعلم ايه؟ انا معايا دبلوم فنون جميله. طب معاك دبلوم فنون جميله، وعمرك ما فكرت تشتغل؟ ده انت معاك حاجه مهنه راقيه جدا. يا فندم انا كنت بشتغل فراش في مدرسه بعقد، يعني ما كانش مثبت فيها. ايوه. بعقد ومعايا اوراق تثبت الكلام ده. واخد بال حضرتك؟ وبعدين طبعا انا لما رحت ايه؟ لما رحت يعني المثل بيقول ايه؟ يعني اذا انحرف الانسان يعاقب بحكم القانون، ويسالوه لماذا هو انحرف. ايوه. واذا طرق ابواب المسؤولين من اجل مشكله الله ولم يجد من يمد له يده فماذا يفعل؟ انا ما خليتش حد الا ما رحت له بالاوراق بتاعتي، ما خليتش حد الا ما رحت له. انت كان نفسك او المفروض تشتغل ايه يعني؟ يعني ده مؤهلك ده؟ ما فيش مؤهل. انت بتقولي معاك دبلوم
مظبوط، فنون جميله مظبوط معايا، بس ده من زمان يعني. نعم. ده كان شغالك ايه؟ كان شغلني ايه؟ كان شغلني اي حاجه يعني. طب بقالك كام سنه ما بتشتغلش؟ بقالك 50 سنه بقول لحضرتك. طب مين بيصرف عليك؟ انا بصرف من كهو، من باب الله، ازاي؟ جوامع، من المساجد، من موائد الرحمن، قاعد في دار الضيافه باكل. الناس بيعطفوا عليا من دار الضيافه بس كده، المساجد. اه بس. طب اولادك الثلاثه ما فكروش يعني يشوفوا؟ يعرفوا طريقي يعني، يمكن لما يشوفوك النهارده احنا في رمضان كده. طيب لو شافوني على، لو انا لو شافوني في اي حاجه على التلفزيون ولا حاجه ييجوا. انا بدعوهم، بقول لاولاده الثلاثه يعني هذا الرجل اللي انتوا سابكم او سبتوه، كل واحد فيكم ساب الثاني من اكتر من 50 سنه زي ما بيقول، اذا حد من حضراتكم الثلاثه شايفينه. لو حد شافني دلوقتي ويحب يجيني اهو، انا موجود اهو، انا في دار الضيافه. هو موجود في دار الضيافه. هو يعني يا ريت في رمضان، تخيلوا لما يقعد اب بعيد عن ولاده الثلاثه 50 سنه، يعني شيء مؤلم. انا عارف انه شيء مؤلم. طيب انت دلوقتي اولا نفسك تشوف ولادك ولا لا؟ انا اعرفهم هم فين يعني. نفسك ولا لا؟ هم اللي شايفيني. نفسك؟ نفسي، يا ريت. يعني لو هم سمعنا اولاده يا ريت يكلموا ويشوفوه. الحاجه الثانيه، انت طلبت مننا ايه عشان نجي لك نحققه لك؟ طلبت التروسيكل. طب اشتغل عليه. اشتغل عليه تعمل ايه؟ يعني اروح بيه السوق، اجيب اشيل خضار للحريم يعني، ودي استرزق منه التروسيكل، اخذ عليه يعني الناس تروح السوق. هتعرف تسوق؟ سوق. طب انت لابس يعني؟ يحط. نعم. انت لابس؟ لابس ايه؟ لابس يعني جاهز تنزل؟ جاهز. طب يلا بينا. انا لابس يلا بينا. طيب ممكن نروح نجيب لك التروسيكل؟ ممكن يا فندم. يلا بينا.